صوت العرب من أمريكا تقدم فوازير رمضان. شخصيات عربية بطريقة زجلية، يكتبها ويقدمها محمد الشناوي. حذر فذر بعد ما تفطر عن شخصية أكيد عربية، راح نوصفها بصورة زجلية وحتعرفها بس تفكر، وإن معرفتش حذر فذر. كل عمويا أنا معاك وعمره ما بيخلفش معاك، في كل عمويا أنا معاك وعمره ما بيخلفش معاك. هذا البرنامج يأتيكم برعاية آي بي كاب. كنت أبحث عن اشتراك في خدمة تلفزيونية جديدة، لكن صاحب المتجر أخبرني عن آي بي تي في بوكس والتي تحتوي على القنوات العربية. ادفع لمرة واحدة فقط واستمتع بالقنوات المميزة مدى الحياة مجانا. يا له من عرض، لقد ظننت أنني تسرعت في الشراء، وفي غضون أسبوعين بدأت قنواتي المفضلة في الاختفاء. حاولت الاتصال بالشركة، عندها اكتشفت أنه ليس لدي تصريح لمشاهدة القنوات المميزة. يا لها من مضيعة للمال والوقت. تفضل بزيارة checkyourbox.com اليوم للتأكد من أن جهاز الاي بي تي في بوكس الخاص بك مصرح به، وأن قنواتك المفضلة متاحة وآمنة، ولا تنخدع بالسعر فقط. غنيت للجندي الشجاع مونولوج، وكان لك في اللحن باع، عملاق وأستاذ في التمثيل، وتركت في المسرح أتباع. غنت أميرة الطرب، أنا اللي أستاهل، في فيلم كان حلو وعجب، إخراجه كان هايل، غير الإخراج مثلته يا بيه، ولحنك كان كمان سكسيه، عميد للفن كنت وإيه، وفي المسرح ما شاء الله عليه. رحلت وسبت دنيانا، لكن فنك بقى معانا، ويا للهول آهيانا، عبارة نقولها أحيانا. نقول كمان غنيت للجندي الشجاع مونولوج، وكان لك في اللحن باع، عملاق وأستاذ في التمثيل، وتركت في المسرح أتباع. غنت أميرة الطرب، أنا اللي أستاهل، في فيلم كان حلو وعجب، إخراجه كان هايل، غير الإخراج مثلته يا بيه، ولحنك كان كمان سكسيه، عميد للفن كنت وإيه، وفي المسرح ما شاء الله عليه. رحلت وسبت دنيانا، لكن فنك بقى معانا، ويا للهول آهيانا، عبارة نقولها أحيانا. ونبقى أحمر وأخضر، جبنا الفواريس أحمر وأخضر، بعد ما نفطر رح نتحضر، بعد ما نفطر رح نتحضر، نملى جيوبنا فندق وسبيب، نملى جيوبنا فندق وسبيب، ونهادي بيهم كل حبيب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية آي بي كاب. فوازير رمضان. شخصيات عربية بطريقة زجلية.